ازيكم يا صحابي، عاملين ايه؟ انا بندق من قناه بابا بندق. النهارده هنلعب اللعبه دي برينتست الجزء الثاني. نلعب نرجع نلعب. بصوا، نفتح التلفزيون، ندوس على الريموت ده، الريموت ماشي، ندوس عليه، نصب ميه، هيروح وقع. هنمسك المفاتيح من هنا ونفتح الباب، واحنا كده كسبنا اول مرحله ديت. هنقلب الموبايل ونرج، هو كده وقع. دلوقتي هنشيل راس الزباله، هنحط دي ونحطها في النص، هما كده اتخانقوا مع بعض. شايفين ده كده؟ شايفين ده؟ ريحته هتخليها تقوم. احنا كده كسبنا. ودوت هي ديت اصعب مرحلة انا لعبتها في اللعبة. هنجيب الفار بعد ما فتحنا من هنا، من عند المفاتيح الظابط عشان يمشي القطط. هاي التاني، هاي ده تاني عشان المفاتيح اهي. نفتح بيها الباب، شايفين الفار؟ الفار هنحطه هنا، القصة دي. ناخد المجلة ونحطها هنا، واحنا كده خلصنا الفيديو. ولا اقول لكم هنلعب معاكم اللعبه دي بردك عشان صعبه ونص الناس ما يعرفوش يحلوها. هنمسك الفار ونحطه هنا، نحط دي كده، وشايفين الظابط؟ لو كنا سبناه كان زمانه مسكه. وبكده خلصنا الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. واوعوا تنسوا اللايك والسبسكرايب وشير، وانا بندق، واوعوا تنسوا الاشتراك في القناه. وباي.